الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أخواني أخواتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يسأل الصحابة، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة شتم هذا وسفك دم هذا وأعرض عن هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن فنيت أي خلاص انتهت، قال: أخذ من سيئاتهم وألقيت علي ثم ألقي في النار، ذلك هو المفلس. فإياك إياك واللسان، إياك إياك والاضطهاد والظلم، فإن دعوة المظلوم مستجابة.